وحول الاجراءات الاحترازيه خلال اقامه صلاه الجمعه ينضم الينا سلطان بن سعيد الهنائي مدير عام الوعظ والارشاد بوزاره الاوقاف والشؤون الدينيه اهلا وسهلا اهلا وسهلا بدايه ما هي الابرز الضوابط الاحترازيه المعتمده خلال اقامه صلاه الجمعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بداية, بدايه نحمد الله عز وجل على هذه العوده المباركه ونسال الله عز وجل الحفظ والامن والسلامه للجميع <applause> اهم الضوابط الا تفتح الجوامع لاقامه شعائر صلاه الجمعه الا بعد ان يتقدم القائمون على الجامع باخذ تصريح خاص بالعوده الى اقامه شعائر صلاه الجمعه وذلك بعد استيفاء الضوابط والاشتراطات التي قررتها وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه عبر او من خلال الدليل الاسترشادي الذي تم تجهيزه لهذا الغرض، اضافه الى ذلك الا تزيد الطاقه الاستيعابيه في الجامع عن 50% من طاقته الاستيعابيه المعتاده، وايضا من اهم الضوابط أن يكون جميع الذين يحضرون لصلاة الجمعة قد تلقوا الجرعتين من اللقاح ولا يسمح بدخول من تلقى جرعة واحدة. طيب كيف ستتم متابعة الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية؟ تطبق هذه الإجراءات الاحترازية من خلال إدارات الجوامع سواء من خلال مجالس الأمناء الموجودة في جوامع السلطنة. او من خلال الوكلاء والقائمين عليها والذين ايضا لديهم بحسب الدليل الاسترشادي الصلاحيه بان يشكلوا فرق عمل تطوعيه من المستفيدين من خدمات الجامع بحيث يقومون بعمليه تنظيم الداخلين الى هذا الجامع اضافه الى وجود اشراف مباشر من قبل موظفي وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه كمشرف المساجد والمشرفين الدينيين في كل جامع من هذه الجوامع التي يصرح فيها باعاده اقامه شعائر صلاه الجمعه اذا لن يتم لن تتم اقامه الصلاه الا بوجود تصريح من الوزاره نعم يجب ان يصدر تصريح الكتروني طبعا التصريح يصدر عن طريق شاشه الكترونيه اطلقتها الوزاره واتيحت للتسجيل ابتداء من اليوم وقبل شهود اول صلاه جمعه خلال الاسبوع هذا الجاري باذن الله تعالى. طيب كيف ستتم عمليه او مراعاه الابقاء على نسبه 50% فقط من المصلين داخل المسجد مع مراعاه من ياتون بشكل مستعجل في اخر الوقت. طبعا هو حدد لدخول الجامع قبل اقامه الصلاه بتسعين دقيقه، يعني ساعه ونصف للتحقق من وجود المصلين الذين استوفوا هذه الضوابط وفي حال أن العدد قد اكتمل فإنه يشعر البقية بأن عدد الجامع بحسب السعة المقدرة له قد طبعا اكتمل وطبعا الفتوى الشرعية التي صدرت أيضا اليوم من سماحة الشيخ الجليل أحمد بن حمد الخليل المفتي العام للسلطنة فيها سعة للناس بأن يعملوا بهذه الفتوى في حال أنهم لم يجدوا المكان الملائم او لم يجدوا المكان سعة المكان بحسب السعه المقرره للجامع. طيب ماذا عن يعني افتراضيا ماذا عن من سيفترش المساحات الموجوده حول المسجد او الجامع لمتابعه الخطبه؟ في حال ان هناك بعض الساحات التي يمكن ان يستفيد منها الناس وان يتحملوا ايضا حراره الشمس فإنهم بد أن يلتزموا بالضوابط الاحترازية كالتباعد مثلا ويلتزم ببقية الضوابط ويعني التي قررت أيضا للمصلين داخل القاعة إذا سلطان بن سعيد الهنائي مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية شكرا جزيلا لك